السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قطاع الشباب والرياضة لولاية تندوف حظي بمشاريع جديدة للشباب بإنشاء وتجديد عدة مؤسسات شبانية. في البداية اقترحنا أن نقدم لكم ملخصا شاملا عن أهم المشاريع ومؤسسات القطاع بالولاية. تعطي الجزائر في إطار مختلف استراتيجياتها اهتماما خاصا لقطاع الشباب والرياضة، كونه القطاع الذي يمتص جانبا كبيرا من فئة الشباب ويوفر له الملاذ السليم والآمن لقضاء أوقات الفراغ بدل الشارع وما يحتويه من آفات اجتماعية. ولا تشذ ولاية تندوف عن هذه القاعدة، كون القطاع بها يوفر ما يمكنه من إمكانات بشرية ومادية للاهتمام بانشغالات الشباب، ويجعل من المؤسسات الشبانية والرياضية ملاذ الشباب ومتنفسه وميدان اكتشاف المواهب وتفجير الطاقات. ديوان مؤسسات الشباب أو مركز إعلام وتنشيط الشباب سابقا، المؤسسة ذات الطابع الإداري في شكلها التنشيطي في مضمونها، إذ تشرف على تسيير وإدارة مختلف المؤسسات الشبانية بالولاية. ومن بين المؤسسات التابعة لهذا الديوان المركب الجواري الهامل بحي الخنقة، المؤسسة الجوارية الواقعة وسط أحد أكثر الأحياء الشعبية بالولاية. المركب الجواري هو ريب مدين بحي مساني العتيق، المؤسسة التي تعرف بعلاقتها الوطيدة بسكان الحي. دار الشباب بسطام رضوان بحي النصر، كونه موجود في أكبر الأحياء بتندوف، من أكثر المؤسسات الشبانية نشاطا واستقطابا للفئة الشابة. دار الشباب بحي النهضة مكسب جديد استفاد منه القطاع السنة الماضية في متناول سكان الحي الجديد هذا. بيت الشباب مناعي عبد القادر بحي الرمادين هيكل الإقامة للشباب، وكونه مكان الإقامة الوحيد حيث يضم إلى جانب الإقامة مرافق أخرى كالملعب الجواري وفضاء للعرض. القاعة المتعددة النشاطات والوحيدة ببلدية تندوف، المكسب الذي تعزز به قطاع الشباب والرياضة خلال السنة الجارية، والواقع بالمدينة الجديدة تندوف لطفي افتتحت مؤخرا، وهيكل المستقطب للشباب من دوامة الشارع وآفاته إلى أبواب رحبة، كما هو الحال بالقاعة المتعددة النشاطات ببلدية أم العسل. وإلى جانب المؤسسات الشبانية هياكل كثيرة من المؤسسات الرياضية التي يفوق منخرطيها 300 منخرط من الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، يعرف قطاع الشباب والرياضة بتندوف مشاريع أخرى هي قيد الإنجاز، كتكسية أرضية ملعب مساني بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس ليكون أرضية لاستقبال الفرق في إطار المنافسات المحلية والجهوية. بالإضافة إلى ذلك، المكسب الهام المتمثل في المركب الرياضي بحي المستقبل وقاعة متعددة الرياضات، فاقت نسبة إنجاز هذا المركب 75%. يضاف إلى ذلك مشروع المقر الجديد لمديرية الشباب والرياضة، وكذا بيت جديد للشباب سيخفف ولا شك الضغط على بيت الشباب مناعي عبد القادر. من بين مؤسسات الشباب التي لاحظناها دار الشباب بسطام رضوان. دار الشباب بسطام رضوان فتحت أبوابها يوم 21 نوفمبر 1996، وسميت باسم الفقيد بسطام رضوان أحد لاعبي كرة اليد بالولاية، وتستقطب حوالي 150 شابا يوميا. تضم دار الشباب بسطام رضوان عدة نوادي، من بين هذه النوادي نادي علم الفلك، نادي إبداع الفتاة، نادي السمع البصري، نادي الإعلام الآلي، نادي الموسيقى، نادي الفنون التشكيلية، نادي الفنون الدرامية، والنادي الأخضر. من بين هذه النوادي هناك نادي للأنشطة العلمية. نترككم مع هذا المجال. من بين
بين النوادي الناشطة بدار الشباب بسطام رضوان، نادي الإعلام الآلي الذي يوفر للشباب فرصة التحكم في تقنيات الإعلام الآلي المختلفة وإمكانات التواصل مع العالم الخارجي من خلال الشبكة العنكبوتية. نادي السمع البصري، النادي الذي برز مؤخرا بالنتائج الإيجابية التي حققها في مختلف المناسبات الجهوية والوطنية، يعد هو الآخر مقصدا للعديد من الشباب هواة الفن السابع والراغبين في تعلم تقنيات التصوير الصوتي الإخراج والمونتاج وكذا تقنيات الإعلام الآلي المرتبطة بهذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنادي السمع البصري داخل المؤسسة يعتبر من أهم النوادي لأنه يقوم بعدة مهام، منها التغطية الإعلامية لجميع السهرات والاحتفالات والمناسبات التي تقام داخل المؤسسة، ويقوم أيضا بإنجاز أعمال إضافية ربورتاجات أفلام كليبات، وإن شاء الله نزيد نتمنى وهذا العام يكون إنتاج أفضل من العام اللي قبل. شكرا. فيما يخص النوادي الموجودة بدار الشباب، هناك نوادي علمية، نوادي ثقافية، هناك عدة نشاطات، هناك معاملة مع الجمعيات. أول شيء نراه على بوابة دار الشباب أو في الواجهة، ألا وهي ما يسمى بنقطة الإعلام. نقطة الإعلام هذه يجد فيها الشاب كل الإجابات على تساؤلاته، في حين أنه يجد معلومات على النوادي الموجودة والتي تمارس نشاط بشكل متواصل. نادي علم الفلك، ذلك العلم الذي برع فيه ذات يوم قدام العرب، يحاول أن يعود من بعيد بتندوف. من خلال هذا النادي الذي أشرف ديوان مؤسسات الشباب على تكوين الإطارات المشرفة عليه ووفر الإمكانات المادية ليكون نشيطا حتى وإن كانت تكلفته باهظة. يقوم بتنشيط الأطفال ومعرفتهم وتعريف بالمجموعة الشمسية وكذا بالأشياء المتعلقة بالخرائط ومجموعة من الأشياء. طبعا الحال هو نادي يمشي كغير نوادي، هو نادي فيه إقبال لا بأس به، لكن نتمنى إن شاء الله أنه يكون الإقبال أكثر بالنسبة للأطفال وباش يزيدوا، لأنه هذا النادي يهتم بالأنشطة العلمية اللي تنمي تفكير الأطفال وتخليهم يرغبوا في النشاطات العلمية وفي تخصصات العلم. بعد اطلاعنا على الأنشطة العلمية على مستوى دار الشباب سطام رضوان، يوجد أيضا الأنشطة الثقافية. من بين الفرق التي تنشط على مستوى دار الشباب سطام رضوان، فرقة أهل الشوار، فرقة لواء صبرني، فرقة قرقابو، فرقة الملاهب، فرقة الشمائل، والفرقة النحاسية، بالإضافة إلى فرقة الراب TDF Warriors. قدام المايك تتقرعت وشوف لي واك ما تشبع اللي مخير فيكم عندي طباع تجور الواريوس فالراب نبدا قولوا ما بتنقر صبورين وطول نظرتك على اساسها وكبار تربح تدخل للجنه تخسر بلاصتك في النار بين الزوج طرقان انت خير واختار منا كاين جامع كاين منا طريق البار ما تفوتي ذاك مين نبدا وكل انت مين انا نكمل لك ماذا بيا تشوفها بعيني خير من لي انا. السلام عليكم، دي دورشي فرقة تيديا فواريورز ناشطة مع خلية السمع البصري في أحضان دار الشباب بسطام رضوان. الحمد لله بفضل هذا النادي بفضل الإمكانيات اللي سخرتها لنا دار الشباب، الحمد لله تمكننا من صقل بعض المواهب وكنا مواهب في الشارع، الحمد لله بكنا أنا مواهب تنشط في الميدان، والفضل الأكبر يعود للنادي. النادي هذا اللي مكننا الحمد لله بإمكانيات بسيطة باش درنا إنتاجات الحمد لله شرفنا الولاية عدة مناسبات، عندنا أسطوانات إنتاجات خرجنا بفضل هذا النادي، والحمد لله زعما شخصيا نشكر اللي سخروا لنا هذه الإمكانيات والفضل يعود لهم، وإن شاء الله نتمنوا التوفيق للفرق والناس اللي راه تنشط والأبواب مفتوحة في دار الشباب لكاع المواهب.
اي فئه شبانيه اي طاقه شبانيه الحمد لله كما رحبوا بنا حنايا رحبوا بكم ان شاء الله والحمد لله وشكرا. تحتوي دار الشباب كذلك على فضائل استقبال الأطفال وتبرز بين كل هذا النشاط والأندية الفرقة النحاسية المميزة لدار الشباب بإسلام رضوان والتي تنشط تحت إمرة قدامة في هذا المجال لتكون الحاضر المميز لكل التظاهرات بالولاية بطابعها الاستقبالي وزيها الخاص. ومن مراسم الاستقبال إلى التنشيط والفلكلور يتحول نشاط أعضاء الفرقة الذين يؤدون قرقاب وكذلك يعشقون آلة الكمبري وإيقاعاتها. شباب يعني لا يقل السن عن 14 15 16 سنه. هذه الفرقه يعني كانت فرقه نحاسيه يعني العزف على الفرقه النحاسيه على الاناشيد الى اخره والان اصبحت ايضا الى فرقه قرقابو يعني يخدموا الافراح والمناسبات الوطنيه والدينيه الى اخره. وزدنا ايضا من اكتشفنا موهبه اخرى من احدى من المجموعه يعني على عزف على اله الكمبري والحمد لله يعني وفقنا مولانا ان شاء الله يعني سمينا هذه الفرقه وهي فرقه ديوان صبرني يعني على عزف على اله الكمبري. ومن الجمبري وأهازيجه التقليدية إلى أهل الشوار الفرقة المعروفة بتندوف والناشطة بنادي الفنون الغنائية والتي تحاول أن تكتشف من خلال نشاطها بالنادي المواهب وتضعها على السكة السليمة للنشاط. تابع لدار الشباب مستامر رضوان ومن خلال هذا النادي قررنا باش ننشئوا جمعيه وسمينا هذه الجمعيه جمعيه اهل الشوار من اجل هذه الجمعيه كوننا هذه الجمعيه من اجل اكتشاف المواهب مواهب الشبانيه الموسيقيه. نادي ابداعات الفتاه الفضاء المفتوح لشريحة النساء والفتاة بالخصوص بدار الشباب حيث تمارس المرأة هوايتها وتنمي قدراتها بإشراف لمختصات في مجال الخياطة والطرز. أنا في نادي إبداع الفتاة هو في الحقيقة نادي جديد وكان إقبال لا بأس فيه ونتمنى يكون إقبال أكثر وأكثر في هذا العام. تأطير الأطفال والشباب داخل المؤسسات الشبانية لابد من أن ينعكس إيجابا على المجتمع ليكون المواطن الصالح له وهو الهدف الذي تسعى مؤسسات الشباب واستراتيجيات قطاع الشباب والرياضة أن تحققه وتجسده ميدانيا. إذن كان هذا ربورتاجا شاملا لمختلف مؤسسات قطاع الشباب والرياضة لولاية تندوف وبالخصوص دار الشباب بسطامي رضوان. ولذا نقول لكل شباب الولاية أن مؤسسات القطاع فاتحة أبوابها طيلة أيام الأسبوع. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الربورتاج، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة ولستمتعوا وياكم بهذا الفيديو كليب لفرقة تيدياف واريوس. دمتم بخير والسلام عليكم. Le parc en
كنتي هكا ولا هكا وليت خيكين عميان بجني وقتي خاوي بخرته بالدخان فوت وقتي في القهاوي حياتي راتي بها ألوان والراهب في بداوي ونمشي في الفارماسيان نجيب بخور شيب وجاوي عاني الحس روحي عيان خوت عطاني الحلة أنا كيفاش كبيرة فوت صغرك حلة وأنا مازال صغير بصير الصنفة عايش كل حيوان دخانك كيف مصرقة تحسب ماشي إنسان قديم وشك في راسي مسحور وخصني طالما في الدنيا ما قديت حسن عوني الله غالي